طبعا احنا كلنا عارفين ان اللي هيفوز بالدوري هو اكتر فريق هيعرف يتعامل مع المتغيرات اللي بيعدي بيها في السيزون، يمكن لان هو سيزون استثنائي، فاستثنائي بشكل عام للكره المصريه بسبب ضغط المباريات. يزيد عليها بالنسبه للاهلي الفكره بتاعت انهم لعبوا كاس العالم للانديه، لعبته كانت مشاركه في كاس العرب، ولعبته كانت مشاركه في كاس امم افريقيا ودوري ابطال افريقيا للنهايه والسوبرات السوبر الافريقي. وبالنسبة للزمالك غلق القيد، فبالتالي الفرقتين بيعانوا من الأزمة الكبيرة دي. اللي هيكسب هو اللي هيعرف يتعامل مع المتغيرات، اللي هيكسب هو مش اللي هيعرف يلعب أحسن كورة، اللي هيكسب هو اللي هيعرف يدير أزمته كويس. بالظبط كده، يعرف يدير أزمته كويس. الزمالك جوزالدو فيريرا جه في مرحلة وفهم الفكرة وابتدى يدير أزمة، وإدارة الأزمة كانت عظيمة بمنتهى الأمانة من الراجل. يعني أنت بتتكلم في راجل مدير فني، لو استعرضوا معانا التشكيل اللي كان بيلعب مع الزمالك والتشكيل اللي خاض مباراه سموحه هتتفرج على فيريرا. يلا انت بتتكلم في ان ده التشكيل الطبيعي بتاع الزمالك: ابو جبل حارس المنتخب، محمود علاء مدافع دولي، الونش، حمزه المسلوسي وفتوح، امام عاشور، طارق حامد، بن شرقي، اوباما، زيزو، عمر السعيد. التشكيل اللي لعب المباراه بتاعت سموحه فيه 7 اسماء متغيره بمراكز، بثلاث لعيبه بيلعبوا في غير مراكزهم. وده الشكل ده الازمه. طريقه اللعب دي لوحدها طلعت ده بقى قدام سموحه. حسام عبد المجيد من الناشئين، اسلام جابر بيلعب وينج ليفت بيلعب ارتكاز، وعبد الغني مدافع بيلعب ارتكاز، نيمار ده وينج بيلعب باك يمين، والفرقه مختلفه تماما. وبرغم ده لو بصيت بقى على عدد الفرص اللي بيصنعها الزمالك، بس الملعب مقلوب، هو حمزه الملعب مقلوب بس مش مشكله، مش هنعمل نفس الشغل. لا انا اقول لك مين اللي عامل دي. عماره عشان عماره بيكتب عماره دايما عنده مشكله بين الشمال واليمين، اقسم بالله ما بهرج، بيعرفش اليمين من الشمال، عنده الباك ليفت مكان الباك رايت والباك رايت مكان الباك ليفت. بص ابصم لك بالعشرة، هو اللي حاطط البتاع دي. كمل. ماشي. بص بقى على الاحصائيات بتاعه فرص الزمالك، هتلاقي مفاجاه جامده جدا. طبعا الحاجات دي كلها للعين، الناس عارفه ان الزمالك في حاله كويسه، بس حلو انك تدعم ده بانك تبص، علشان في ناس كتير في النص على فكره قبل ماتش الاهلي والزمالك تحديدا كانت بتتكلم في ان انتوا مضخمين قوي موضوع فيريرا. لا، بصيت على فرق التشكيل. بص بقى على فرق صناعه الفرص. عدد الفرص في الماتشات الاخيره للزمالك، ده المعدل بتاعك 4 9 5 6 6، ده كان المعدل. حلو، دي الفرص اللي اتصنعت، فانت المعدل بتاعك تقدر تقول 7 مثلا قياسا بكل الحاجات دي. تعالى بقى نبص على الماتشات اللي اول ما ابتدى فيريرا يستلم المسؤوليه كانت صناعه الفرص عددها كام ووضعها ايه. يعني هات اقلب الصفحه، الصفحه اللي بعدها قدام البنك اهي، 9 فرص. ده بينتمي للعلم اللي انا كنت عايز احطه في الصفحه الاولانيه، بس هم حطوه في الصفحه الثانيه، مش مشكله. ماشي. بس بص بقى، المقصه 3 فاركو 2 الاتحاد السكندري 2. الفرقه اتحسنت لان الراجل عرف يدير الازمه دي. اواخر الماتشات اللي لعب فيها 4-4-2 ورجع دلوقتي ل 3-4-3. الراجل ادار الازمه بنجاح. ناقص بقى تبص على الازمه الناحيه الثانيه. الازمه الناحيه الثانيه بقى مركبه شويه. الازمه في الاهلي مركبه شويتين. في حاجه اسمها فاتوره تغيير مدير فني، لان انت ما رحتش لمدير فني لا مصري عارف اللعيبه ولا اجنبي زي فيريرا عنده معلومات عن الفريق وعنده رصيد عند الجمهور. كده يعني. وعنده رصيد عند الجمهور، فيريرا حرق من رصيده. صحيح. النقطة التانية انك بتتكلم على مدير فني عنده فلسفة، مش مدير فني. يعني اقول لك على حاجة، انت لو في نص الموسم روح عين انشيلوتي، اوعى تروح تعين بيب جوارديولا مثلا، لان بيب جوارديولا هيروح على فلسفته. آه. انشيلوتي هيقول لك انت عندك ايه قماشة انا هتصرف لك فيها. ايوه. فانت رحت جبت واحد من المدرسة اللي عندها فلسفة كرة واضحة. مع ده حصلت لخبطة بمعرفتي يعني ببعض المعلومات، حصلت لخبطة كبيرة في السيستم بتاع البيانات بتاعت اللياقه البدنيه. وبالتالي الراجل ما عندوش ارضيه يقيس عليها الحاله البدنيه للعيبه. يعني ايه حصل مشكله في السيستم بتاعك؟ يعني الحاجات بتاعت الجي بي اس مش كلها الداتا بتاعتها كانت سليمه. او يعني الداتا بتاعتها كان حصل ابديتد. وبالتالي حصلت شويه لخبطه بالنسبه له حتى في قراءه المعلومات. واشتغل على ارقام ولقى في الواقع ارقام ثانيه. او لقى في الواقع وضع ثاني يعني. لان طبعا هو برضو شاف ان اللعيبه ولا ارقام اول الموسم وهي دلوقتي مش كده. بالظبط يعني جاله ريبورت على حاله اللعيبه مش فيها دلوقتي. الفكره الثانيه كمان ان هو هنا مدرب، انت مش عارف بقى هو نفسه يبني للمستقبل، فنفسه يعمل تدريبات معينه، التدريبات دي ليها احمال معينه. وهنا انا ابتديت احب قوي ان الناس ابتدت تتكلم في اللي ملوش فيها خالص. فاهم يعني؟ بمعنى ايه؟ انك بتلاقي الناس عماله تقول لك
الراجل ده عمال يزود احمال، فالراجل يطلع يقول والله يا جماعه انا بعمل استشفاء. طب وانت اصلا بتقول زود احمال بناء على ايه؟ وانت عارف يعني ايه احمال؟ وانت مدرب يا ابني، فاهم؟ فانا زي بالظبط كده اللي هو ده موسيماني كان بيدي اجازات وبعدين يعمل تقسيمه. طب ما يعمل تقسيمه وانت مدرب وانت عارف، ما يمكن يكون هو عارف هو بيعمل ايه. ايوه ما هو كسبان 2 دوري ابطال افريقيا يعني. هو ما استيش من النوم الصبح وقال لك انا ما هدرس، فاهم؟ ما مانويل جوزيه كان بيدي احمال، كان بيدي اسف في اجازه في نص الموسم فاكر، يكسب الدوري ويقوم مسافر البرتغال ياجز اللعيبه يرجع يلعب الكاس على طول. فلما كان بيرجع يلعب الكاس على طول ما كانش بيعمل معسكر اعداد، كان بيلعب الكاس على طول. فالاحمال حاجه مش بتاعتنا احنا نقيس عليها. بس هو المدرب فعلا انا ما اعرفش بقى هو بيعمل ايه بالظبط، بس هو الراجل مش لاحق يشتغل. فانت بتتكلم على واحد عايز يطبق فلسفه وما عندوش عدد حصص كافيه من التدريبات، فدي ازمه. هو كمان ابتدى هو اخر يحاول اداره الازمه بانه يروح ل 3 4 3 الخطه الامن والاسلم بالنسبه لفريق. لما جربها في اخر ماتش الزمالك لها وبناء على الاسلم وبناء على الازمه. احنا هنبص سوا بعد ما عمر يتكلم في القصه بتاعت اللياقه البدنيه كمان تحديدا، عشان هو عنده كيس في الموضوع ده، عنده قضيه في الموضوع ده. بس انت كمان هنبص على هو ليه راح ل 3 4 3 وازاي هيفكر يدير الازمه ويطلع بيها ولا لا. عجبني الشرح بتاعك في في في, في, في الطريقه مشاكل كل واحد من الفرقتين، وده خلينا برضو نروح لفكره المعالجه. يعني هم هيعالجوها ازاي؟ يعني انا عارف انه ده طبعا صعب ان احنا نشوفه احنا من دلوقتي فنعرف ايه طرق المعالجة، لان هي هتبقى محتاج تفاصيل دقيقة شويتين ثلاثة، ولكن هنحاول على قد ما نقدر يعني ندي رؤية ولو فيها ملامح. عمر نفس السؤال يعني، او بمعنى اصح خليني اسألك السؤال اللي الناس بتقوله، هو ايه اللي بيحصل في الاهلي يعني، او حالة الاجهاد اللي حصل في اللعيبة، المهرب منها ايه؟ جمهور الاهلي عايز بطولة الدوري خاص، مش الموضوع بالنسبة له منتهي. عز بيقولك الفاتورة بتاعت تغيير المدير الفني، جمهور الاهلي يقول لك فاتوره مش فاتوره، انا ماليش دعوه، انا عايز البطوله ديت. في نفس الوقت هو شايف بعينه ان اللعيبه بتاعته تقع في الارض ديت الملعب. ومعلش يا ابراهيم بس اقول له حاجه، وانا كنت بتفرج على الماتش، كنت في الراديو مع كابتن هشام حنفي. كابتن هشام حنفي اول ما عمرو السوليه حط الكره بالكعب قال لي راحت العضله، راحت. قال لي ما ينفعش واحد يبقى عنده كل الحمل البدني ده في حياته في الموسم ويعمل الحركه المفاجاه دي. العضله دي راحت. وقد كانت الخلفيه، وقد كانت فالراجل من ممارسه الكره هو برضو عارف كويس قوي الفكره بتاعت انك وانت مجهد في حاجات ما تقدرش تعملها. فدي نقطه برضو مهمه لازم الناس تبقى واخده بالها منها. علشان ناس كتير بتسال هو مال اللعيبه. ففي حاجات احنا ملناش علم بيها كبير وبنحاسب عليها برغم ان احنا ملناش بيها علم كبير.